مؤتمر، من وجهة نظرك شايف ايه اهم قضية او ملف هيبقى مهم ان شباب العالم يتشاركوا في المناقشة في رؤيته؟ أنا من ناحيتي صراحة أشوف إنه تبادل الحضارات هذا شيء مهم، والتعرف على الحضارات الأخرى وطريقة عيش العالم في globally، مو بس يعني في مصر ودول الخليج وميدل إيست. فأنا صراحة وأنا جاي من المطار أنا شفت جنسيات كثيرة جدا، قابلت شباب من في باريس، حوالي شباب من 113 دولة مشاركة معانا من جنسيات شباب مختلفة من على مستوى اليابان. العالم. يعني صراحة حاجة very very excited. يعني حضرتك شايف انه مش ملف معين، لكن بشكل عام دمج الحضارات او مشاركة الحضارات مع بعض، صحيح. وشعار المنتدى we need to talk، هي دي اللي مهمة، ان احنا نتكلم بالضبط ونسمع بعض. بالضبط.